طابت أوقاتكم وأهلا بكم من جديد. قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه هذا اليوم بزيارة إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين. ولدى وصول جلالته كان في الاستقبال معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وسعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن دياب بن سقر النعيمي رئيس هيئة الأركان. خلال لقاء جلالته بكبار الضباط أشاد أيده الله بالبرامج والخطط المستقبلية المعدة من القيادة العامة لقوة الدفاع لتزويد مختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين بأحدث المنظومات العسكرية لرفع قدراتهم لأداء واجبهم الوطني السامي على أكمل وجه. وقد أثنى جلالته أيده الله على ما تشهده قوة الدفاع من مستوى راق في مجالات التدريب العملي والعلمي الذي يواكب أحدث أساليب التدريب الحديثة. وأعرب جلالة الملك المفدى القائد الأعلى عن الشكر والتقدير لمعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين على جهوده المستمرة والقيمة في تطوير وتقدم مختلف وحدات قوة الدفاع. وقد عرض قائد سلاح الجو الملكي البحريني على جلالة الملك المفدى البرنامج التأهيلي لضباط سلاح الجو للمشاركة في رحلة الفضاء مع رواد الفضاء في روسيا الاتحادية في محطة الفضاء الروسية الدولية ISS في رحلة إلى الفضاء. كما أوضح قائد السلاح أن هناك رغبة وحماس كبير من طياري سلاح الجو الملكي البحريني للانضمام إلى هذه الرحلة الفضائية. وقد بارك جلالة الملك المفدى أيده الله هذه الخطوة التي تأتي ضمن التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، كما هنأ جلالته خريجي دورة مرشحي الضباط الدفعة 12 سرية أحمد الفاتح بكلية عيسى العسكرية الملكية الذين تم تخريجهم يوم أمس تحت رعاية جلالته رعاه الله، مشيدا بالمستوى المشرف الذي ظهر به الخريجون متمنيا لهم كل التوفيق والسداد لخدمة وطنهم وأمتهم.